فين يا أساتذة؟ شايفين كل هالضرائب المتنوعة يلي فرضناها على الناس ولسه الصندوق ما انملأ، والظاهر إنه الأفكار يلي طلعت معكم ما لها كافية، بقى بدي منكم تدوروا لي على فكرة جديدة ما خطرت على بال إبليس. مفهوم يا أباتسة؟ يا أساتذة؟ هالصندوق لازم ينملأ بأسرع وقت ممكن. تفضلي مدام وفاء. شكرا استاذ، بس بالاول يا ريت حضرتكم تعطوني الامان، يعني مشان اقدر احكي براحتي. خلعت الامانه بعطف عليك، فهات تحفينا بما لديك. شكرا استاذ. بصراحه المواطن وصلت معه الامور لهون، سوري لهون، وضاقت اخلاقه كتير وفار مرجل غضبه أستاذ. فار مرجل حلوة هي، حلوة فار مرجل. وبصراحة أستاذ لولا شويها يبق البحصة حلوة هي. يبق البحصة. بحصة شو؟ قال يبق البحصة. قال شو على كيفه يبق البحصة؟ سمعنا انت. ايه حاضر استاذ. اي نعم استاذ، للاسف المواطن على وشك انه يبق البحصه، وحتى ما يبقى للبحصه يعني انا بقترح انه نلغي الضرائب الجديده مثلا، او على الاقل نخفف منها شوي. طيب والصندوق الفاضي استاذ؟ نحن قدام حلين، يا اما انه نرضى بموضوع الصندوق الفاضي او نترك المواطن يبق البحصه. يبق البحصة. عال والله، مو ناقص إلا يبق البحصة.